اليوم السلام عليكم الدراري، كنتمنى تكونوا كلكم بخير ولا خير. مرحبا بكم في فيديو جديد نهار جديد. المهم ما شاء الله الخوت ديالي غنخرجوا للشارع غنسقسيو الناس على كيف داز البارتي ديال المنتخب كي جاكم. المهم عطيونا شي كلمه في حق ديال البارتي ديال المنتخب والجزائر. المهم الدراري بقاو معنا، دابا غنسقسيو الناس. المهم بقاو معنا الدراري. السلام عليكم، مساء الخير. صدقتنا الراي ديالك في البارتي ديال المنتخب والجزائر. منتخب الجزائر صراحه بارديدو كان مزيوان وكانت فراجه، ما كناش كنتوقعوا تكون ديك الفراجه هذيك كامله، فهمتي؟ يعني صراحه كان شكون اللي كان يستحق الفوز؟ صراحه يستحقوا الفوز بجوج بيهم، لان بجوج بيهم لعبوا واللي فاز حنايا مع علاش حداش حنا ما عندناش اشكال في اللعب، يعني الكره هي اللي كتحكم. كاين ولكن شكون اللي جاك حكم بارديدو 100%؟ المنتخب اللي حكم بارديدو، اللي خلى بالون عنده، اللي حكم بارديدو كامل. الحكم بارديدو كامل صراحه ديال المنتخب هي اللي حكمت بارديدو، اللي حكمت اللعب صراحه، هي اللي ضغطت اكثر، هي اللي كان خصها تديها صراحه. ولكن الكره هذا حاله، يعني الكره مره عليك مره كاين عزك. كنشكرك بزاف اخويا، شكرا بزاف، شكرا الله يرحم والديك. السلام عليكم، مساء الخير، كلشي مزيان؟ تقدر تعطينا الراي ديالك في بارديدو ديال المنتخب البارح والجزائر؟ خويا ما والو. وصراحه شكون كان يستحق الفوز، واش المنتخب ولا الجزائر؟ صراحه المنتخب، كلشي كان باغي المنتخب صراحه، ولا لا مكاسب. ولكن شكون اللي حكمناش حنا؟ ما مكسبناش اخويا حنا. ولكن شكون اللي حكم الماتش بارديدو كامل؟ شكون اللي حكم، واش الجزائر ولا المنتخب المغربي؟ المنتخب المغربي هو اللي شكون اللي يستحق الفوز؟ المغرب بالرجاء. دائما المغربي ما ماتش. شكرا الله يرحم والديك، شكرا. المهم السلام عليكم، بخير كلشي مزيان؟ المهم بغينا نستنى الراي ديالك في منتخب البارح والجزائر. واش غنقول لك يا حبيبي؟ بالنسبه للمنتخب البارح يعني كنا النوا ديالنا ماشي بحال شحال هذه، فهمتي كيفاش؟ حيت في دور المجموعات لعبوا مزيان، فهمتي؟ ديك الثقه الزايده باش لعبوا باش غلبوا اربعه يعني بحال تاقوا في راسهم بزاف، والماتش البارح دخلوا خوفانين بزاف، يعني ما قدموش اللي كان مطلوب منهم، فهمتي؟ وبالنسبه لواحد من اللاعبين اللي ما عجبنيش، يعني ما عطاش بزاف، هو بن شرقي، يعني ما عطاش في الماتشات الاخرين، عليها ما عاود البارح عاود دخلوا، ما كان على الاقل يدخل شي من لاعبين اخر، فهمتي؟ هذا الشيء هو اللي دار ديفو، والحمد لله على كل حال، بحال الجزائر بحال المنتخب ما كايناش. هاني اصاحبي الله يرحمهم. كيف جاتنا بارتي الجزائر والمنتخب؟ شكون اللي لعب فيهم مزيان؟ لا هما في حفاظياتهم، غير بورتيرو هو اللي خاور في الاخر. يا شوف شكون يستحق الفوز؟ اللي كان يستحق؟ لا ما كاينش يكون اللي كان يستحق، كما بجوج بيهم الصراحه، الا كانت عليا انا نطلعهم بجوج بيهم. كاين الله يعطيك الصحه، دابا هذوك خصهم فينا الصراحه. يا كنشكرك اخويا ديال شكرا بزاف، شكرا بزاف الله يرحم والديك. السلام عليكم، مساء الخير. الله يرحم والديك خالد. المهم بغينا ندينا الراي ديالك في بارتيدو تبعت المنتخب والجزائر. صراحه الخوا لعبنا مزيان، وشي باخي هو هذاك، وهاي كانوا شي بعد شي ديفوس قلالين وصافي. ولكن بالنسبه لك شكون كان يستحق الفوز؟ صراحه الله بجوج بهم كانوا خايفين البارح، لا المنتخب ديالنا لا الجزائر. وهي عندك الحق، لان بارتيدو صعيب، ولكن شكون كان يستحق الفوز 100%؟ المنتخب ديالنا صراحه، حيت هو اللي كان البارح فهمتي لعب مزيان، وصح هو لعب مزيان لا الجزائر. حق شكون بجوج بهم كانوا خايفين البارح، يعني يعني ما حد لاحظ بان ما حد ماركات الجزائر ما كان مورا المنتخب، عرفتي؟ ما كانت الجزائر المنتخب. المهم وصلنا بينالتي قلت لهم الدراري يلاه بحال خاسر. ولكن دابا شوف الخساره واش تقبلتها بكل روح رياضيه ولا؟ دور الروح الرياضيه، حيت ما كاين اصلا ماشي شي حال، يعني باقي واقعد يلعبوا الكبار عاود هذوك، ماني خصنا نبقى فينا الحال ان شاء الله. صافي ان شاء الله. نشكرك بزاف، الله يرحم والديك. يبا الدراري وديبا كوره صافي تالي فراسك اخويا، شكرا بزاف.